هذه المرحلة الهامة لنبين الحقائق للرأي العام الداخلي والرأي العام الخارجي، ولنقول أننا دعمنا هذه الحكومة وأيدنا الاتفاق الذي تم ما بين المجلس العسكري وما بين قوى الحرية والتغيير، وكذلك نحن انحزنا لهذا التغيير، لهذه الثورة، وبدأنا فورا في ترتيب كل القضايا التي يمكن أن تساهم بها الحركة النقابية مع هذه الحكومة الانتقالية، وعقدنا ندوة هامة جدا في قاعة الصداقة سميناها الدور الوطني للحركة النقابية في الفترة الانتقالية، وحضرها على المنصة الرئيسية قوى الحرية والتغيير، وكذلك في المعقبين كان هنالك معقبين من قوى الحرية والتغيير وكل ألوان الطيف السياسي والنقابي حضروا تلك الندوة، وذكرنا فيها دور الحركة النقابية في القضية الأولى وهي قضية السلام، ولدينا برنامج جيد واختبرناه قبل ذلك في عدة مناطق لنشر ثقافة السلام لتسير جنبا إلى جنب مع المفاوضات التي تتم بين الحكومة وبين الجبهة الثورية. وهذا البرنامج نعتقد أنه برنامج مهم جدا لتعزيز وتأكيد ونشر ثقافة السلام. هذه قضية أخرى طرحناها في تلك الندوة، طرحنا الرؤية الاقتصادية للحركة النقابية، وذكرنا أن هذه المسألة الاقتصادية ومسألة معاش العاملين ومعاش الناس هي مسائل أساسية لن يستقر أي حكم إلا إذا تم معالجة هذه القضايا، معالجة مشاكل الحياة اليومية لكل المواطنين وللعاملين بصفة خاصة، وقدمنا رؤيتنا في هذا الأمر. كذلك طرحنا موضوع ثالث وهو الاستفادة من علاقات الحركة النقابية السودانية الخارجية، وهي علاقات ممتازة على المستوى الإقليمي، سواء كان في منطقة شرق أفريقيا أو في منطقة القرن الأفريقي أو في منطقة حوض النيل أو على مستوى كل الحركة النقابية الأفريقية التي تشكل الحركة النقابية السودانية قيادة على مستوى أفريقيا بشهادة الجميع، وكذلك دور الحركة النقابية على المستوى العالمي سواء كان على الاتحاد العالمي للنقابات أو دورنا على مستوى منظمة العمل الدولية أو دورنا على مستوى منظمة العمل العربية أو دورنا على مستوى منظمة العمل الأفريقية لجنة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للاتحاد الأفريقي. كل هذه الحركة النقابية لها علاقات ممتازة جدا في هذه الأمر، وإن شاء الله الأخ الأمين العام يتكلم في هذا يعني في هذا الجانب، تكلم في تلك الندوة إنه نسخر هذه العلاقات لمصلحة السودان ولمصلحة الحكومة الانتقالية لكسر هذا الحصار الاقتصادي الجائر بمجموعات الضغط النقابي على مستوى إقليمي وعلى مستوى عالمي يعني. ونحن تضامننا معهم في أشياء كثيرة وهم يتضامنون معنا في كل الأشياء التي نطلبها. نحن لا نود أن تكون الحركة النقابية علاقتها العالمية هي علاقات سالبة وإنما علاقات إيجابية. كل هذه الأدوار وخاطبنا بعد ذلك الأخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ونحن نحييه يبذل مجهودات كبيرة جدا لرفع السودان من قائمة الإرهاب ولكسر الحصار الاقتصادي. خاطبنا الأخ رئيس مجلس الوزراء بالخطاب الأول، جاءنا الرد من الأخ وزير شؤون مجلس الوزراء، في رده ذكر أن هذا الاجتماع يجب أن يكون مع وزارة العمل. استجبنا لهذا الرأي واجتمعنا مع وزيرة العمل الاجتماع الأول والاجتماع الثاني، ونحن نشيد بالأخت وزيرة العمل هي الوزيرة الوحيدة في هذه الحكومة أبوابها مفتوحة لاتحاد نقابات عمال السودان. بعد أن اجتمعنا مع الأخت الوزيرة خاطبنا الأخ وزير شؤون مجلس الوزراء، ذكرنا له بأننا حسب توجيهاته في الخطاب السابق اجتمعنا مع وزيرة العمل اجتماعين
وناقشنا القضايا التي تهم الشركاء الثلاثة عبر وزارة العمل، ولكن هنالك قضايا قومية كبرى نود أن نناقشها مع الأخ رئيس مجلس الوزراء، وطلبنا منه أن يعرض هذا الخطاب على السيد رئيس مجلس الوزراء ويحدد اجتماع مع قيادة الاتحاد حتى نناقش هذه القضايا القومية التي تهم كل العاملين وتهم كل المواطنين، ونحن جزء من هذا الوطن. الحركة النقابية السودانية ظلت هي حركة متماسكة وحركة لم تغيرها كل التغييرات اللي تمت في الأنظمة السياسية. إذا كان السودان واحدة من الساحات المرت بتغييرات كثيرة سياسية، ظلت الحركة النقابية طيلة مسيرتها حركة نقابية متماسكة، ويمكن العرسو هو الأجيال الأولى من الخمسينات حتى الآن هو الذي يعني يحرك الحركة النقابية السودانية، والإرث ده نحن كل يوم بنبني فيه زيادة، وإن شاء الله زي ما قال الأخ الرئيس يأتي من بعدنا إن شاء الله ليبني على هذا الإرث. لذلك الحركة النقابية السودانية ظلت حركة يعني متقدمة على كل الفهم الموجود في الساحة، إذا كان على المستوى السياسي أو على المستويات الأخرى. الحركة النقابية السودانية زي ما قلت عندها وجود على المستوى الخارجي، وافتكر هذا الوجود وجود شكلي ونوعي، والشكلي فيه انه نحن حققنا فيه وجود كبير جدا واندياح وانتشار بصورة كبيرة جدا، ولكن الأهم منه كان حضور نوعي بصورة كبيرة جدا. استطاعت الحركة النقابية السودانية أن ترس وضع ظلت تحافظ عليه وتطور فيه يوم بعد يوم. يمكن نحن على مستوى المنظمات الإقليمية الآن نتبوأ مواقع كبيرة جدا ومواقع متقدمة جدا على المستوى الإقليمي، إذا كان على المستوى العربي الآن في الاتحاد الدولي نقابات العمال العرب، الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يمثل في الاتحاد الدولي نقابات العمال العرب على مستوى الأمانة العامة بأمين متفرغ، أمين مساعد متفرغ يشغل موقع متقدم جدا في الحركة النقابية العربية بصورة كبيرة جدا، وعلى مستوى الاتحادات المهنية العربية التي تنتمي لهذا الاتحاد الدولي برضو نحن موجودين فيها كلها. لكن يكفينا فخرا أنه الآن من 11 اتحاد مهني عربي على مستوى الوطن العربي في 3 مواقعهم ومقراتهم في السودان وأمناهم العامين من السودان. إذا تحدثنا عن الاتحاد العربي للزراعة والصيد والثروة السمكية والصناعات الغذائية، أو إذا تحدثنا عن الاتحاد العربي للمتقاعدين أو الاتحاد العربي للعاملين بالصحة، 3 مقرهم في السودان. يمكن في دول الآن ما عندها أي وجود على مستوى هذه المقرات، وفي دول تضاهينا يعني إلى حد ما موجودة زي مصر بحجمها الكبير. أيضا الحركة النقابية السودانية على مستوى الإقليم عندها موجودة على مستوى منظمات زي منظمة وحدة النقابات الأفريقية، هي منظمة تجمع كل الاتحادات القطرية في الوطن في القارة الأفريقية، أكثر من 50 اتحاد قطري على مستوى القارة الأفريقية مكونين في منظمة وحدة النقابات الأفريقية، وهي الذراع العمالي الموجود حتى على مستوى الاتحاد الأفريقي وعلى كافة المستويات التي تعبر عن الحركة النقابية الأفريقية هي الممثل الأساسي. السودان يشغل فيها مواقع متقدمة جدا، وفي يوم من الأيام كان رئيس منظمة وحدة النقابات الأفريقية هو رئيس اتحاد عمال السودان. لتقديرات نحن نفتكر برضو في إطار التغيير الطبيعي اللي بيحصل في كل حركة التاريخ، الآن السودان هو نائب رئيس هذه المنظمة ويشغل فيها مواقع متقدمة تاني في مجلس العام وفي مواقع كثيرة جدا، واستضاف فيها برامج كثيرة جدا، وظلت الحركة النقابية السودانية هي الشامة وهي الرمز بيفتقد كل ما قامت أي حركة نقابية يسألوا عن الناس بالاسم، والناس هم اللي بتقدموا هذه الصفوف. على مستوى منظمات أيضا إقليمية صغيرة نحن عندنا وجود على مستوى منظمة الاتحاد عمال شرق أفريقيا، وده اتحاد بيجمع حوالي 14 دولة مقره في السودان، وأمينه العام هو رئيس اتحاد عمال السودان وموجود، وهو اتحاد فاعل كبير جدا وعنده مناشط كثيرة جدا ويعول عليه كثير جدا، والآن عنده برامج حتى على مستوى المنظمة وحدة النقابات الأفريقية وحتى على مستوى الاتحاد الأفريقي مشهود له وموجود. أيضا هنالك اتحاد لعمال القرن الأفريقي تأسس حديثا، السودان واحد منه ويشغل فيه منصب أمين المال اللي هو واحد من الضباط الثلاثة، والآن الاتحاد ده اعتمد في الهيئة الحكومية الإيجاد
والآن الإيجاد اتطورت وبيقى فيها شراكة ثلاثية، اتحاد أصحاب عمل واتحاد عمال وحكومات، وحيتغير اسمها بنتوقع في القريب. الآن الاتحاد العمال القرن الأفريقي هو الذي يمثل الذراع العمالي في هذا الاتحاد. السودان أيضا موجود فيه بصورة كبيرة جدا، وكان لنا القدح المعلق في أنه نحن نوجد هذه المساحة الكبيرة على مستوى منظمة الإيجاد. ايضا الاتحاد الحركه النقابيه السودانيه موجوده في اتحاد عمال حوض النيل، ده مقره في القاهره، ونحن برضه بنشغل امينه العام، رئيس الاتحاد هو امينه العام، ودي واحده من الحاجات النادره جدا كون انه يكون المقر ما موجود في الدوله والامين العام يكون من دوله ثانيه. افتكر انه ده تقدير للحركه النقابيه السودانيه، واستطعنا ان نعمل فيه اختراق سياسي كبير جدا في ملف في قضيه ملف سد النهضه وفي حاجات كثيره جدا، ونتعاون زي ما قال الاخ رئيس الاتحاد مع الحكومه في كل ترتيباتنا اللي احنا بنعملها من اجل مصلحه السودان، ليس انتماء للحكومه المعنيه او ل ل ل ل لفكر محدد يربط بين الحركه النقابيه والحكومه المعنيه ايا كان. ونحن ما زلنا بنقدم جهدنا في هذا الامر كدور وطني كبير جدا للنقابات، بنفتكر انه دورنا بالاصاله نحن نطلع به، وتاريخنا فيه طويل جدا انه الحركه النقابيه السودانيه كان لها دور وطني كبير جدا. الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ايضا على المستوى العالمي هو عضو فاعل جدا في الاتحاد العالمي للنقابات، والاتحاد العالمي ده للنقابات ده يا جماعه دعونا نتحدث هنالك على مستوى العالم اتحادين كبار جدا على مستوى الحركه النقابيه. اتحاد اسمه الكونفدراليه العالميه للنقابات والكونفدراليه الدوليه للنقابات، ودي تتبع للجناح الراسمالي. وهنالك الاتحاد العالمي للنقابات يتبع للجناح الاشتراكي، نحن جزء منه وظلينا عضو فاعل فيه من الخمسينات، وفي يوم من الايام كان المرحوم الشفيع احمد الشيخ امين عام لهذا الاتحاد، نحن ظلينا محافظين على هذا الموقع، الحمد لله الان نحن نشغل فيه موقعين، ودي الدوله الوحيده على مستوى العالم كله اللي بتشغل موقعين، حتى اليونان اللي فيها المقر بتاع الاتحاد ده بتشغل موقعين، نحن عندنا امين مساعد وهو نائب الامين العام يعتبر، وعندنا المجلس الرئاسي ممثل فيه رئيس الاتحاد باعتباره موقع متقدم وموقع لم يعطى لكل الدول. ويمكن اخر مؤتمر له عقد في جنوب افريقيا، السودان خص بعدد لم تضاهيه اي دوله ثانيه. نحن عرفنا انه في دول زي دوله زي جمهوريه مصر من الدول الكبيره جدا من الحركات النقابيه العريقه جدا، تقدمت بطلب ليزاد لها العدد، لم تبلغ نصف العدد الذي يعطى للسودان طواعيه ولم نطلبه، لانه بيفتكروا انه السودان دوله اساسيه. الان يمكن بعدين في 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 معرض حديثي عن المؤازره والتعاضد اللي جيناه والتعاون اللي جيناه والاستنكار اللي جيناه بعد ما اقر او اجيز قانون ما يسمى بتفكيك النظام او ما يسمى بقانون تفكيك النظام، وزج الحركه النقابيه السودانيه فيه، جاتنا فيه حاجات كثيره. هذا الاتحاد كان له موقف ان شاء الله وموجود على مستوى الصحف، ونحن ان شاء الله نملك الصحفيين من خلال الميديا كل البيانات وكل الخطابات اللي وردت لنا. الان نحن نفتكر انه يا اخواننا هذا الموقع المتقدم للسودان للحركه النقابيه السودانيه هو موقع وكسب للوطن الكبير اللي اسمه السودان. نحن ما بنتكلم من قريب ولا بعيد انه هنالك كسب لاشخاص، ولا بنتكلم عن انه هذه الانجازات التي تمت لدوره نقابيه بعينه. نحن جينا فقط ارسينا قواعد بالاضافه للقواعد اللي قلنا نحن موجوده، وبنينا عليها طوبه وطوبتين لحد ما وصلنا لهذا الموقع المتقدم، والمسؤوليه التاريخيه بتحتم علينا انه نحن نحافظ على هذه المواقع المتقدمه، وظلينا محافظين على هذه المواقع المتقدمه، ونامل ان شاء الله يعني كل ما جاءت امه من بعد الامه التي تسبقها انه هذا الكسب نحن نحافظ عليه، لانه كسب متقدم جدا للسودان. وانا ما بقول الكلام ده لانه انا الان في الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، ولكن تشهد به كل المواقع والحراك الموجود على مستوى العالم في الحركه النقابيه العالميه اذا كانت اقليميه ولا دوليه، موقع السودان فيه بصوره كبيره جدا. الان نحن بعد ما اخير هذا النظام زي ما قلت في كلامي، الان كل الجهات التي ندبع لها دفعت برسائل واضحه جدا لمجلس السياده ولمجلس الوزراء، اتتنا منها صور، نحن الصور موجوده عندنا، النسخ موجوده عندنا، استنكرت هذا القرار وثبتت انه او يعني نوهت الى ان الحركه النقابيه حركه طوعيه، حركه اجتماعيه لا تقوم الا على حريه، وهذه الحريه تقوم على جمعيات عموميه تنتخب قيادات شرعيه، هذه القيادات تكتسب شرعيتها من هذه الجمعيات العموميه. انا افتكر انه احنا الوضع اللي فيه الان
نحن بالواقع الموجود الآن نحن الذين نمثل الشرعية، وهذه الشرعية لا تنتزع إلا بانتخابات حرة ونزيهة من خلال جمعيات عمومية. وزي ما قال الأخ الرئيس، إذا الجمعيات العمومية في أي لحظة من اللحظات قالت ترجلوا، ستجد السمع والطاعة من الحركة النقابية السودانية. ولكن أن تتدخل حكومة أو تتدخل سلطة أو تتدخل جهة سياسية في الحركة النقابية، هذا لم يعد مسموعا فيه ولا مسموحا به على مستوى العالم. والآن العالم ظل يراقب، والحكاية بقت ويتو. الآن نحن نتكلم في حضرة الإعلاميين، وما بنبيع الموية في حضرة السكاين. الإعلام أصبح قرية صغيرة جدا، وكل التجاوزات وكل التدخلات وكل هذه وكل هذا الذي تم مرصود دون أن نتحدث به. ولكن نحن تحدثنا به ونوهنا إلى أن هذه الحركة النقابية السودانية بكل هذا الإرث الآن ترتكب جريمة من خلال التدخلات التي تتم. لأنه أنا قلت كلمة جريمة مش لأنه هنالك إزاحة لحركة نقابية والإيجاب حركة نقابية تانية والمحاولة لإيجاب حركة نقابية، ولكن هذا يترتب عليه، ربما يترتب عليه بعض الإجراءات التي تتم على مستوى قيادة هذه المنظمات. والعالم الآن بتقود المنظمات، نظرات المجتمع المدني. نحن الآن المنظمة الكونفدرالية العالمية للنقابات والكونفدرالية الدولية للنقابات كنت بتمثل الجناح الرأسمالي، رئيس أو أمين العام السابق هو الآن رئيس أو مدير عام منظمة العمل الدولية. الآن العالم يدار بهذه المنظمات وانتخب للمرة الثانية. ونحن السودان كنا واحد من الدول الطالبة بإعادة انتخابه لأنه يمثل العمال، والحمد لله الآن هو الأمين العام، هو المدير العام بمباركة كل الدول الأعضاء وكل دول العالم طبعا أعضاء في منظمة العمل الدولية. فأفتكر أنه نحن حرصنا على هذا الوطن والدور الوطني الكبير للحركة النقابية، لا نريد إلى السودان ولا شعب السودان أن يتضرر من إجراءات ربما تأتي بمردود سلبي تضيف إلى ما نحن نعانيه الآن من, 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 من ترتيبات ترتبت في الماضي أو تترتب الآن في الواقع الحالي. حقيقة تدخلات السلطات الحاكمة والسلطات الإدارية هي كثيرة جدا، ولكن قبل أن نخوض في تدخلات السلطات الحاكمة والسلطات الإدارية لا بد أن نعرف من أين تستمد الحركة النقابية مشروعيتها وشرعيتها لكي تحكم عن التدخلات من هذه التشريعات. أولاً، الحركة النقابية السودانية تستمد مشروعيتها من دستور السودان سنة 2005 ومن الوثيقة الدستورية التي وقعت بين القوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ومن القوانين الوطنية ممثلة في قانون النقابات لسنة 2010 وقوانين المتعلقة بالعمل والعمال قانون العمل لسنة 1997 وقانون الخدمة المدنية القانون الإطاري الخدمة المدنية لسنة 2018. كل هذه التشريعات فيها نصوص واضحة جدا تحكم مسار الحركة النقابية، ونحن في الحركة النقابية وفي عمال السودان نعمل على إنفاذ هذه القوانين ونرفض حقيقة أي تجاوزات للقوانين، بدءا من الخطاب الأول للسيد رئيس المجلس العسكري ورئيس المجلس السيادي الحالي. في بيانه الأول التزم بالمحافظة والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، وكذلك الوثيقة الدستورية تنص على ذلك. ولكن في الممارسة الواقعية الآن هنالك تدخلات كبيرة جدا من التدخلات السلطات الحاكمة، والتدخلات السلطات الحاكمة يا أخواننا باختصار كده من تاريخ استغلال السودان، هي في أي تغيير سياسي يحصل في البلاد من نوفمبر 58 حلت الحركة النقابية وألقي قانون النقابات لسنة 48 وأعيدت الحركة النقابية في 60 بقانون جديد، وفي 25 مايو 69 كذلك حلت الحركة النقابية، وفي 71 حل الاتحاد الذي كان موجودا، وفي 30 يونيو 89 حلت الحركة النقابية وأعيدت كذلك بنفس شخوصها ونفس القيادات التي تم انتخابها في 1988 لتكمل دورتها
إلى 92 بنفس الشخوص في قيادة اتحاد العمال وفي التنظيمات النقابية الأدنى كلها في الهياكل النقابية. كذلك بعد قيام هذا الثورة تم تجميد الحركة النقابية، حقيقة لم تحل ولكن تم تجميدها وأعيدت بالقرار 132 في مايو 2019، وأصبحت الحركة النقابية الآن كذلك مستمدة شرعيتها بالقوانين والاتفاقيات التي ذكرناها. هنالك اتفاقية منظمة العمل الدولية 87، وتقابل كذلك منظمة العمل العربية الاتفاقية رقم 8 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، واتفاقية المفاوضة الجماعية 98 لمنظمة العمل الدولية، وتقابل في منظمة العمل العربية الاتفاقية رقم 11 بشأن المفاوضة الجماعية. وهنالك كما ذكر الأخ الرئيس الاتفاقية 144 بشأن تعزيز الشراكة الثلاثية بين الشركاء الاجتماعيين الحكومة واتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل. ولكن ماذا يجري الآن؟ الآن حقيقة هنالك تدخلات من الجهاز التنفيذي ممثل في الوزراء وبعض الإخوة في المجلس السيادي يخاطبون في ندوات داخل الخدمة المدنية التي نحافظ عليها نحن اتحاد العمال لاستقرار الخدمة المدنية لزيادة الإنتاج والإنتاجية، ونحن نستغرب حقيقة أن تأتي أحزاب سياسية داخل الخدمة المدنية وتدير ندوات في مواقع العمل ويخاطبها بعض الوزراء وبعض أعضاء المجلس السيادي. هنالك تدخلات السلطات الإدارية واضحة جدا في عدد كبير جدا من المواقع، إما بالمساعدات والدفع بالإخوة في العمل ضد التنظيمات النقابية القائمة أو بمساعدات لوجستية، وأنا سأتحدث في كل المسائل دي في المواد التي تمنع ذلك. نبدأ بحقيقة قانون النقابات، مشروعية الحركة النقابية في المادة 6، الحركة النقابية مشروعيتها ونشاطها تستمد من المشروعية من المادة 6، ولتحقيق أهداف الحركة النقابية التي أنشأت وأسست من أجلها، ولذلك وحتى الإضراب عن العمل يمكن أن تعمل فيه الحركة النقابية. يعني المشروعية في نشاطها موجود في هذه المادة. المادة 26 من قانون النقابات حقيقة يمنع المخدم أو صاحب العمل أن يقري أي من العمال إقراء ماديا أو معنويا ليضم لتنظيم نقابي أو يمنع من تنظيم نقابي، وكذلك يمنع صاحب العمل أو المخدم من الدخول بأي وجه من الأوجه في نشاط الحركة النقابية أو إدارتها ليضعها تحت سيطرته. ولذلك هذا الأمر كله الذي يتم في مواقع العمل للحركة النقابية نعتبره تدخل غير مشروع وغير قانوني. قانون العمل 97 المادة 99 تتحدث عن في وجود أي تنظيم نقابي في موقع العمل لا يحق لصاحب العمل أو المخدم أن يلتقي بأي مجموعة من العاملين في ظل وجود تنظيم نقابي. وبالتالي نحن نحافظ على القوانين والأجهزة، حقيقة أجهزة الدولة ممثلة في الجهاز التنفيذي والدستوري الذي يدير الجهاز التنفيذي حقيقة لا يتعاملون بالقانون، وهذا حقيقة مسلك غير يعني مقبول بالنسبة لنا وللمنظمات العالمية كلها، لأن الحركة النقابية حركة مستقلة، حركة حرة تدير نفسها بنفسها، لا سلطة عليها إلا جمعياتها العمومية. منظمة العمل الدولية عند الاتفاقية 87 في مادة الثالثة تتحدث عن أن للعمال، لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أن يضعوا دستور الذي يدير أعمالها ولوائحها وانتخاباتها بحرية كاملة
ولا تدخل للجهات التنفيذية أو السلطات الحاكمة في هذا الشأن. المادة 2 في هذه المادة الفقرة 2 في هذه المادة تمنع تدخل السلطات الحاكمة أو التي تغيد نشاط الحركة النقابية أو تعمل على تجاوز هذه المسألة. المادة 4 تتحدث عن لا يجوز للسلطة الإدارية أن تحل الحركة النقابية أو توقف نشاطها. وده يا أخواننا الذي تقدمنا به نحن في اتحاد العمال للأخوة في المجلس العسكري بأن التدخل في تجميد الحركة النقابية ينافي القوانين وينافي الاتفاقيات، وبالتالي كان فك الحركة النقابية والتقوا بنا، وحقيقة يعني ذكروا بأنهم كانوا قد جمدوا الحركة النقابية والآن بعد أن علموا بذلك فكوا الحركة النقابية. وكانت هنالك برضو ضغوط بمخاطبات من المنظمات العالمية والإقليمية في هذا الشأن. التدخلات كذلك الغير قانونية، نحن قدمنا مذكرة للسيد مسجل عام تنظيمات العمل وهو الشخص المعني بالإشراف على الحركة النقابية في إدارته. صحيح الحركة النقابية تدير نفسها بنفسها، ولكن المسجل هو الذي يكون موجودا للتأكيد بأن الحركة النقابية تمارس نشاطها بصورة طبيعية. ماذا يحدث الآن؟ الآن هنالك بعض المواقع العمل هنالك توقيعات بعض العاملين، وهذا من حقهم أن يقوموا بالتوقيعات ويقدموا التوقيعات للسيد مسجل تنظيمات العمل. الشيء الطبيعي أن تحول هذه التوقيعات للتنظيمات القائمة، وهذا ما يتم التحويل للتنظيمات النقابية لتفحص هذه التوقيعات، ومن ثم تقدم التنظيمات النقابية طعونها في الكشوفات التي تقدم له للسيد مسجل تنظيمات العمل. ولكن حقيقة نقول أن السيد مسجل تنظيمات العمل والمستشارين الذين يعملون معه لا يردون على الطعون التي تقدم لهم، لأنه أي تنظيم نقابي له الحق أن يستأنف القرار. إذا المستشار المعني أصدر القرار ولم يتم الموافقة عليه من أي من الطرفين يمكن أن يستأنف القرار، وده هذا شيء طبيعي حتى في المحاكم وفي القضاء تبدأ المسألة هكذا. المادة 29.2 تلزم المسجل باتباع الإجراءات القانون الإجراءات المدنية لسنة 83، وهي حقيقة إجراءات يجب أن تكون موجودة وسارية وفاعلة، ولكن الذي يتم غير ذلك أنه لم تعقد أي جلسات أو محاكمات داخل المسجل للفصل في الطعون التي تقدم له. وبالتالي هذه المسألة نحن نعتبر أنها إجراءات غير قانونية، ويقوم الإخوة المستشارون في مكتب المسجل بمخاطبة الأجهزة التنفيذية مباشرة، ويذهبوا بأنفسهم للتأكد من التوقيعات مضاهاة التوقيعات. الإخوة الإعلاميين والإخوة الصحفيين والذين سألوا يعني هذه الأسئلة، وكلها أسئلة مشروعة. يعني إذا بدينا بالأخ عبد الرحمن من جريدة إنه قال انقطع الكهرباء ما خلاه يسجل، ودار إن شاء الله ملف المستندات جاهز عند الأخ الأمين العام. الجمعيات العمومية زي ما قلنا هي صاحبة الحق في الحركة النقابية في كل مستوياتها. الاتجاه الثاني نحن قلنا مدينا يد بيضاء عشان ندعوهم على الاتجاه الثاني، جاهزين للتعاون على الاتجاه الثاني. الاخ الهضيبي
قال اتهام قيادات الاتحاد يتبعون للنظام السابق. نحن أيها الأخوة الأعزاء نتعاون مع كل الحكومات، تعاوننا ذكرنا أن تعاوننا مع الحكومة السابقة، لم ننكر تعاوننا مع الحكومة السابقة، تعاوننا تعاون كبير جدا لمصلحة العاملين، ليس تبعية زيلية. وشعار الحركة النقابية لكل حزب والنقابة للجميع، أي زول عنده الحرية يتبع الحزب الدائره. مبنى النقابة غير مسموح في اتحاد العمال، غير مسموح بالحديث عن أي اتجاه حزبي مهما كان. لذلك نحن نتعاون مع كل الحكومات لمصلحة العمال، لأنه مصلحة العمال مرتبطة بالحكومة في القطاع العام ومرتبطة بالقطاع بأصحاب العمل في القطاع الخاص. تعاوننا ونتعاون إن شاء الله مع هذه الحكومة، ونتعاون مع كل الحكومات القادمة، ليس كأشخاص ولكن كمدرسة نقابية قائمة على الاستقرار والمحافظة على هذه البلد إن شاء الله. نحن ما زلنا في المسار القانوني، لن نتحدث عن مسارات في الشارع، لم نتحدث عن مسارات، نتحدث عن المسار القانوني. وهذا أول مؤتمر صحفي لاتحاد العمال. اتحاد العمال اجتهد، بذل مجهودات كبيرة جدا مع الحكومة عشان نحن نقدم الرؤية بتاعتنا في الفترة الانتقالية، وما زلنا الآن. ذكرنا هنالك خطابات لمجلس الوزراء، لوزارة المالية، جلسات مع وزيرة العمل، والآن نحن نمشي في المسارات القانونية إن شاء الله. لم نتحدث عن مسارات في الشارع حتى الآن أصلاً. يعني التسييس إخواننا، مسألة السياسة خارج النقابة، كل أي زول عنده حرية يتعامل بالحزب الدائر خارج النقابات. خارج النقابات يمكن أن تمارس نشاطك الحزبي مهما كان، لكن داخل النقابة لا يوجد نشاط حزبي بأي حال من الأحوال يا إخواننا. نحن هنا ده لمصلحة العمال. وبعدين دي الجمعيات العمومية صاحبة الحق. أي زول خلط ما بين العمل الحزبي والعمل النقابي، الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في تحسم هذا الأمر، وليس أي جهة أخرى. الأستاذة سامية، إذا لم يستجب لكم ماذا أنتم فاعلون؟ انتخابات مبكرة. نحن الآن أيها الأخوة الأعزاء في مرحلة توضيح الحقائق للرأي العام، وهذا أول مؤتمر صحفي. نحن في هذه المرحلة، وما زلنا نبذل مجهودات كبيرة جدا بشتى السبل حتى نفتح أبواب الحكومة الانتقالية لكي نتعاون معها لمصلحة العاملين ولمصلحة الوطن إن شاء الله. أستاذة إحسان الشايقي تكلمت عن امتلاك تجمع المهنيين لبعض ملفات الفساد. نحن يا إخواننا مع أي زول مفسد مهما كان، أي فساد لابد أن يحاكم. نحن ضد الفساد أينما كان، ونعلنها داوي إن إذا كان هنالك في فساد في اتحاد العمال يجب أن تكون العقوبة ضعفين لاتحاد العمال. إذا أي جهة عندها ملفات فساد يجب أن لا تكون محاكمات إعلامية. الحركة النقابية لا تجامل أصلا في ملفات الفساد. هنالك بعض ملفات الفساد التي حسمت بواسطة القضاء وكل أخذ عقابه. لا أصلا نحن ضد الفساد، ولا بد أي مفسد أن يأخذ عقابه في أي مكان. الإحسان قالت الجمعية العمومية إذا اكتمل نصابها، خلاص إذا اكتمل. نحن المسألة تقوم بس إجراءات القانونية. أي جمعية عمومية اكتمل نصابها بصورة سليمة وبصورة حقيقية ومطابقة للقانون هي صاحبة الحق. تسحب النقابة الذي اكتمل كله. لكن إذا كان هنالك تزوير، إذا كان هنالك إجراءات غير قانونية، إذا كان المستشارين مخالفين لإجراءات الموضوعة في قانون النقابات، لا يمكن أن نوافق على ذلك. لكن إذا تمت بصورة صحيحة، هذه الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في أنه تلقي هذه النقابة وتعمل نقابة جديدة. نحن موافقين تماما. الأخ أبو بكر قال له هل قادرين على مواجهة الحكومة؟ نحن قادرين على التعاون مع هذه الحكومة وليس مواجهة الحكومة. نحن نتكلم عن ثقافة السلام، نتكلم عن ثقافة الحوار، نتكلم عن ثقافة التفاوض، ولا نتكلم عن ثقافة الصراع والحرب والنزاعات. نحن نريد لهذه البلد الاستقرار. هذه مدرسة نقابية قوام الاستقرار. أيها الإخوة الأعزاء، في هذا الشهر
في هذا الشهر في ولاية نهر النيل لجنة المعلمين دعت لإضرابات. اتحاد عمال نهر النيل القائم حاليا والذي يتبع لنا والهيئة النقابية في نهر النيل القائمة لنا هم الذين ذهبوا لهذه المدارس وألقوا هذه الإضرابات. في ظل هذه الحكومة نحن نمنع الإضرابات ونحافظ على هذا الاستقرار، ونحن كما ذكرنا أن كل علاقاتنا الخارجية نود أن نسخرها لهذه الحكومة، وعلاقات خارجية مميزة جدا، ولا نريد أن تسهب هذه العلاقات. نحن نريد أن ننتقل، نحن ننتقل انتقال سلس بواسطة انتخابات حرة نزيهة جمعيات، ننتقل إلى جيل آخر نسلم هذه الراية بهذه المواقع العالمية كلها، نسلم هذا الجيل انتقال سلس، ولكي تكون هذه العلاقات هي دفعا ايجابيا لمصلحه الوطن وليس دفعا سلبيا ضد الوطن. الاخ ابو بكر يتكلم عن مسيره السبت. لكل حزب والنقابه للجميع. اتحاد العمال ضد اي مسائل سياسيه. نحن قضيتنا نقابيه، شرحنا هذه القضيه النقابيه. شكرا جزيلا. أنا أفتكر أول حاجة الكلام اللي قاله الأخ الرئيس هو كلام شامل، رأوا ردود شاملة، لكن مزيد من الإضاءات. أول حاجة مسألة المستندات دي نحن حريصين نملكها للرأي العام، لكن أخوانا لو كل زول خلى لنا عند السكرتاري رقم الواتساب بتاعه، الواتساب نحن نملك الحاجات دي كاملة إن شاء الله، نسلمها له إن شاء الله جاهزين لها، وبنفتكر إنه نحن محتاجين لإنه ننشرها يعني، لأنه عسى ولعل إنه الآخرين يسمعوها يعني ويرجحوا صوت العقل يعني. الكلام اللي قاله الاخ الرئيس عن الجمعيات العموميه انا افتكر انه لانه برضه الاخ عبد الرحمن قال اوجه للاخ الامين العام، اعتذر للاخ الرئيس، انا بفتكر انه نحن ما عندنا مشكله جمعيه عموميه حقيقيه زي ما قال الاخ الرئيس جاهزين لها. والان في الاجتماع ده ولا المؤتمر ده اذا في مجموعه بتفتكر انها هي حريصه على انها تعمل حاجه زي دي نحن جاهزين. اصلا والله ان شاء الله لن يجد منا اي احد الا الانصياع التام للقانون، اصلا ما عندنا اثنين ثلاثه، لكن بغير القانون افتكر بعد ذاك الحكايه بتبقى شكلها ده 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 بيحتاج لترتيبات اخرى يعني، ده ما معناه مواجهه، لكن انا بقول للاخ الرئيس نحن ما مطالبين بواجهه ولا دارين نواجه ولا عندنا حاجه، لكن بعد ذاك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. نحن المساله بالنسبه لنا، والكلام ده ما يفهم، الكلام ده ما يفهم غير كلام الاخ الرئيس. نحن نسعى للتعاون ونسعى للتقارب مع الحكومة، مش الحكومة دي أي حكومة. نحن جاهزين. أول حاجة اتحاد العمال لا يسعى لمواقع سيادية أو سياسية أو دستورية، زي ما أنا متأكد الوزراء ما سعين لأنه نبقى اتحاد عمال، عندهم دور بيقوموا به ونحن عندنا دور بيقوموا به، لكن الوطن ده بيجمعنا كلنا مع بعض. نحن الوطن ده اللي بيجمعنا ده بنفتكر نحن شركة فيه، ما في زول طالما إذا أنت دار تلغي الجمعيات دار تلغي النقابات بعد شوية يقول دار تلغي الجنسية. ما في طريقة قدرنا نحن مع بعض إنه نحن نعيش مع بعض. هذا الوطن يجمع الناس كلهم، والوطن ده خيراته كثيرة، والمسألة ما ضاقت الأرض بأهلها أصلا. نحن يا جماعة جاهزين لأنه المسألة نمشي قدام. في حتة الأخ الرئيس ما قال فيها حاجة اللي هي ما تم بتفصيل يعني شوية، ما تم في شمال دارفور تحديدا، أخونا أبو بكر بيسأل من حاجة، ما تم في شمال دارفور نحن الذين قدمنا هؤلاء الذين أجرموا في حق العمل النقابي قدمناه نحن للمحكمة. وأنا سافر الأمين العام ونائب الأمين العام من هنا، مشينا الفاشر ووقفنا على كل الإجراءات وقررنا إنه أي حاجة بيحصل فيها تجاوز واعتداء على المال العام وحق العاملين ديل نحن اللي بنكون خصمه ونحن اللي بنقدمه. أصلا ما وقفنا ضد الحكاية دي، والآن نحن جاهزين من رئيس الاتحاد القاعد لأدنى زول. المسألة إن شاء الله الناس جاهزين فيها إنها تمشي بالشكل الدائري. في زول سأل عن إنه الآن عضوية المؤتمر الوطني هي قيادات الاتحاد، والأخ الرئيس جاوب على، لكن دار أقول أخواننا إذا نتحدث عن بروفيسور غندور لا يمكن أن نحجر على أفكار أحد. بروفيسور غندور كان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، والآن هو رئيس المؤتمر الوطني، وربما بالغد يكون حاجة ثانية، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. لكن أخواننا أقروها من الناحية الثانية، الانتماء والوجود في هياكل العمل النقابي لا تنزع عنك صفتك الفكرية أصلا بأي حال من الأحوال، لكن الاتحاد الآن وتشكيلاتنا الآن والمسألة التي نحن عندنا فيها نماذج ممكن نديها للناس
وبعد ذاك على مستوى القواعد بتلقوها. الدورة الحالية اللي احنا فيها 2016 اللي بتصل ان شاء الله 2021 ان شاء الله، نحن الدورة دي مشكلة فيها كميات كبيرة جدا من افكار سياسية مختلفة ومن اتجاهات مختلفة. الان نائب رئيس اتحاد عمال السودان من ما من المؤتمر الوطني، وفي ناس مستقلين ما عندهم اي صفة، والان القاعدين ديل انا متاكد لا يعبروا عن مؤتمر وطني، وفي ناس لو دعيناهم للمؤتمر ده لانه احنا عندنا كلام عن مؤتمر وطني ما بيجوا هنا ولا بيجوا اتحاد العمال. لذلك اخواننا نحن نجتهد ونسعى وصادقين في الكلام ده. الان نحن بنقول كلام بالصوت العالي ومسؤولين عنه، الحركه النقابيه السودانيه لا تشكل فقط من المؤتمر الوطني، لكن وضع طبيعي جدا نظام كان حاكم اسمه المؤتمر الوطني عشان ما هسي الناس القاعدين دايرين يجيبوا نقابات حقتهم، يعني شنو يعني؟ حلال على بلابله الدو حرام على الطير. وده تفكير مشروع، ده تفكير مشروع. ما في زول بيحجر على زول. انا داير اقول يا ابو بكر النقراب الجانب الثاني، الان لو شالوا النقابات الموجوده دي والنقابين الموجودين ديل، مساله الفكر وما الفكر دي حقه ما ندخلها في العمل النقابي. اسالونا من ما تسالونا من فكرنا، اسالونا من عملنا النقابي اللي بنمارسه، هل جندناه لصالح المؤتمر الوطني؟ هل سخرنا امكانيات النقابات لصالح المؤتمر الوطني؟ والان في قانون اجيز ويمكن ان يثبت ذلك او لا يثبته، واي قانون اي اتهام يثبت فيه الادانه نحن جاهزين له. انا تفكري شنو؟ دي ما بهمك كثير انت كحكومه، لكن بهمك انه انا تصديت للعمل النقابي ومبريت له وموجود فيه، قمت به دوري ولا ما قمت به؟ وده ذاته بالمناسبه في قانون في القوانين والمواثيق الدوليه العمل النقابي لا يخضع للرقابه الحكوميه. واموال النقابات ليس اموال عامه، هي اموال خاصه بالعاملين لا تصنف في خانه المال العام، لكن نحن ارتضينا في سبيل مزيد من الشفافيه قوانيننا الحاكمانه حتى الان نخضع للرقابه من المسجل. نحن بنجيز كله بنراجع كل ميزانيه كل اخر شهر بمراجعين بيجيبون المسجل، ما بنجيبه نحن. عنده 7 مراجعين ماهلهم مكاتب مراجعين 7 ماهلهم هو ومحددهم هو وبيجيبوا لنا، اللي بنجيب له من غيرهم لو جبنا له بيت خبره من المملكه المتحده ما بيقبلوا لنا، بيقبل الدائر. وده لاصغر نقابه في وحده مرورا بكل التركيبات لحد الاتحاد العام بيشيل ميزانيتنا كل شهر. الان نحن قاعدين اطلعوا مكتب الماليه فوق قاعده مراجعه، مكتب اسمه مكتب تولا للمراجعه موجوده قاعده فوق رحاب تولا جايه من المسجل وجوابها قاعد اسمه ممكن نملك كل مع المستندات. ما في حاجه نحن قاعدين ورغم انه القانون الحد عندنا نحن بالمواثيق الدوليه انه ما يراجعنا زول، تراجعنا جمعياتنا العموميه بس، لكن ده مزيد من الشفافيه وجاهزين له. والان يا اخواننا نحن جاهزين للنظام. الجانب الاخير يا اخواننا نماذجنا مع صراعنا مع النظام السابق موجوده، ما تعاين الحكايه للكوبايه في النص الفارغ بس، عاين عندنا جولات وصولات. نحن والله ما في حاجات ما بتحتاج نعكسها في الاعلام، لكن والله يا ما وصلنا في دورتنا دي وصلنا مرحله من مراحل مع وزير الماليه حتينا لحد ما دخل فيها النائب الاول، مواجهه حقيقيه لحد ما دخل فيها النائب الاول من اجل حقوق العاملين، ما لانه شكله ما عاجبنا ولا لانه هو يعني نحن مستلطفين ولا مستكرهين يعني، لكن في النهايه وصلنا. ودونكم بروفيسور غندوره بيتكلم عنه ده في دوره من الدورات مع وزير الماليه علي محمود، وصلت ما وصلت لحد ما دخل فيها رئيس الجمهور، مش حلها لانه بس سكت الناس ولا رد ده ورد ده زي ما حصلت لكثير من القيادات التنفيذيه، اتحلت بانه انتصرت اراده العمال وحقت حقوق العمال. فنحن يا اخواننا ولا يجرمنكم شنان قوم على لا تعدلوا عدله اقرب للتقوى، نحن بنقول كلامنا ده المؤتمر الصحفي ده كتاب نحن بنفرش فيه بنعرض فيه كلام سويناه. نحن الشايف المساله ما تبقى مجرد كلام اعلام ومحاكمه اعلام، قانون بحاكمنا. الان ما في قانون زي قانون تفكيك النظام ده عمل، اذا نحن بينولنا فيه حاجه نحن جاهزين. اصلا ما عندنا فيها 2-3 واي زول مننا المساله كان شفتها بعد ذاك بيدخلونا فيها في اقصى العقوبه، كل الناس جاهزين. ما نحن مرقنا للحكايه دي مرقنا ليش يعني؟ ما مرقنا ليها لانه في النهايه بنرجو بها ربنا سبحانه وتعالى، كل زول بفكره وكل زول باجتهاده، لكن في زول دايره عند الله وفي زول دايره شكره وحمده وفي زول دايره بفهم ثاني، فنحن جاهزين لها. نسال الله سبحانه وتعالى انه يعين ويوفقنا.